مشاهدينا الكرام، دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية. هنبدأ النهاردة جولتنا من جريدة أخبار اليوم. هنقرأ تقرير أعده الزميل أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم ورئيس تحرير البرنامج تحت عنوان منتدى شباب العالم صناعة المجد والنجاح. قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتضمين القرار الصادر عن الدورة 59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية يوم 16 من فبراير الجاري بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة حاليا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. هنتقل بعد كده بحضراتكم إلى بوابة الأهرام. من بوابة الأهرام هنتابع بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لتسعة آلاف مرشد سياحي الأحد. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9000 مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه غدا الأحد. يخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والأثر. صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولى تم صرفها في شهر سبتمبر عام 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات، مضيفة أنه جاري حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الأحد الموافق 21 من فبراير 2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد. أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة. من بوابة الأهرام حنروح لموقعنا موقع صدى البلد الإخباري وحنقرأ انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. أكد IFAD السفير هشام بدر سفير مصر في روما أن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD أقر أمس الخميس انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، حيث احتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة من 2021 ل 2024. شدد السفير بدر على الأهمية التي توليها مصر لصندوق الإفاد والمشروعات التي ينفذها في مصر اتساقا مع استراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة، مشيرا إلى دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التي تساهم في دعم جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلا عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقرا خاصة في القارة الأفريقية. دلوقتي نروح لليوم السابع ونتابع الزراعة.
123 ألف فدان مزروعة بالفول البلدي وحملة قومية لزيادة الإنتاج. واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عمل لجان مرورية بغيطان الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد وقاية النبات وأمراض النبات وقطاع الخدمات الزراعية ومعهد المحاصيل الحقلية ومديريات الزراعة والعديد من التخصصات الفنية الزراعية للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة ومكافحة أمراض النبات خاصة للفول البلدي لزيادة الإنتاج. وعمل برامج توعوية حول طرق ري وتسميد ومكافحة محصول الفول البلدي لزيادة الإنتاج. فيما أوضح تقرير للإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بشأن مساحات المحصول الشتوي يوضح ارتفاع مساحات الفول البلدي إلى 123 ألف فدان وجاري الحصر والتدقيق، مضيف أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف لجان المتابعة لجميع الزراعات الشتوية وحل مشاكل المزارعين لزيادة الإنتاج. دلوقتي هروح مع حضراتكم إلى الوطن. التنمية المحلية، الحكومة لن تعترف بالمباني المخالفة بعد التصالح. أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن أي عقار مخالف ولم يتم التصالح بشأنه سواء قبل 2008 أو بعدها لن يكون بمقدور مالكه التعامل الرسمي عليه سواء بالبيع أو الإيجار، ولن يعتد بأي بناء مخالف بعد غلق ملف التصالح، إذ يتم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع المرافق وصولا إلى إزالة المخالفة. وقال المصدر للوطن إنه لن يكون هناك عقار غير مسجل، وأن كل عقار سيكون له بطاقة بها كل البيانات الخاصة بالمبنى من الرخصة والحالة الإنشائية والرسم الهندسي والارتفاع وعدد الوحدات، ولن يسمح بإجراء أي تعديل أو إجراء تشطيبات في العقار أو إدخال مرافق دون الرجوع للحي المختص، فضلاً عن ضرورة تسجيل أي عقار بالشهر العقاري حتى يسمح لصاحب الشأن بالتصرف في العقار. وأضاف أن أي مواطن يرغب في شراء وحدة أو عقار وجب عليه قبل اتخاذ أي إجراء التوجه إلى الحي المختص للاستعلام عن العقار حتى لا يقع تحت طائلة القانون. من الهلال اليوم نتابع انخفاض طفيف في الإصابات. الصحة تعلن آخر إحصائيات كورونا في مصر. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الجمعة عن خروج 399 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136,889 حالة حتى أمس. أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و49 وفاة. ننتقل بحضراتكم دلوقتي للشأن العربي والدولي، ومن سكاي نيوز عربية نقرأ: وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم في موقعين بإيران. قال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة. أضاف الدبلوماسيون أن الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح السبب، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية النووية، ويهدد الاكتشاف ورود إيران بالأضرار بجهود الإدارة الأمريكية الجديدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم الاعتقاد بأن الموقعين المكتشف بهما آثار اليورانيوم غير نشطين منذ نحو عقدين، إلا أن معارضي الاتفاق النووي ومنهم إسرائيل يقولون إن الدليل عن أنشطة نووية غير معلنة يثبت أن إيران لا تتصرف بنية حسنة. ما زلنا في الشأن العربي والدولي، ومن روسيا اليوم ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن الدولي. وقال الرئيس الفرنسي
خلال مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة، يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك، وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا، مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يضم مطالب لكنه يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا. واعتبر ماكرون أنه يجب توضيح السياسة الأمنية لحلف الناتو وتوسيع مسؤولية أوروبا عن أمنها، وقال: أعتقد أن الناتو يحتاج إلى زخم سياسي جديد وتوضيح منهجه السياسي، مضيفا أن الأوروبيين يجب أن يأخذوا على أنفسهم مزيدا من المسؤولية عن أمنهم. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافة. دلوقتي هروح لفاصل، وبعد الفاصل انتظروا فقرة السوشيال ميديا النهارده.